احنا النهارده مع الاستاذ هشام الصفا العضو المنتدب لبنك التجاري وفا بنك مصر. هيكلمنا عن البنك، دور البنك في مساعده المصدرين ان هم يخشوا السوق الافريقي. البنك التجاري وفا اللي مقره الاساسي في المغرب متواجد في 15 دوله افريقيه، وبالتالي هو بيساعد العملاء على ان هم يخشوا الاسواق الافريقيه. وايضا هيكلمنا عن اتفاقيه اللي هتتم مع شركه الوفا لتامينات الحياه مصر، واللي هتطرح 4 منتجات لخدمات التأمين. العميل بيروح البنك ويقدر يختار ما بينهم، إلى جانب هيكلمنا على موضوع إزاي ما تعملش عملية خلط ما بين منتجات البنك وبين الخدمات اللي بتقدمها شركات التأمين. تعالوا معنا نشاهد اللقاء. في البداية عايزين نتعرف، احنا النهاردة موجودين في تعاون ما بين البنك وبين شركة الوفا لتأمينات الحياة. عايزين نعرف عملية التعاون دي بدأت ازاي وايه اهم المنتجات. عملية التعاون اللي موجودة اللي هتتبني النهاردة في مصر بين شركة تأمين الوفا وتجاري وفا، ده استمرارية لتعاون موجود اصلا في المغرب، ولكن كمان في كتير من البلدان الافريقية، بين نشاطين مكملين لبعضهم، النشاط البنكي والنشاط التأميني، اللي الاثنين من الضروري انهم يدوا الاجابات الصريحة لاحتياجات العملاء. الموديل بتاع التعامل او التعاون بين انشورنس وبنك ده موجود في المغرب، في تونس اللي انا جاي منها شغلتي فيها، في السنغال، في الكاميرون، في كتير من البلدان. واكيد انه الامكانيات والبوتنشل في السوق المصري واعدين جدا، وفي الاستمرارية وبعد مجيء البنك هنا مصر في 4 سنين ونص، كان من الطبيعي انه الانشورنس تبتدي العمليات بتاعها وانه الشراكه دي ترن. عمليه التوسع في السوق المصري بالنسبه للبنك التجاري وفا بنك، حضرتك شايف السوق المصري شكله ازاي، والبنك خلال الفتره القادمه هيكون شكله ازاي؟ السوق المصري واعد، مش انا اللي هقوله، الانجازات بتاع السوق المصري خصوصا بعد كل التحسنات اللي حصلت على السياسات العامه، اظن انه دي الدنيا كلها بتشهد بيها. احنا كمجموعة التجاري وفا من الاول فاهمين انه من الضروري بالنسبة لنا تواجد في سوق مصري، مع انه متواجدين في 15 بلد افريقي، كان من المهم التواجد في مصر. عشان كده حصل 3 محاولات، التالتة هي كانت بتاع باركليس. معدلات نمو في السوق المصري حتى في اصعب الظروف، مثلا في السنة بتاع الكورونا اظن انه من اقل الاقتصاديات في العالم اللي حصل، يعني حققت نمو في سنة صعبة بتاع الكوفيد. السوق المصري حقق نمو السنة دي، في نمو أظن في السنوات الجاية كلها، وده بيتشاف على أرض الواقع حجم التحولات. يبقى من الطبيعي أنه إحنا كبنك لازم لمصلحتنا، لمصلحة البلد، لمصلحة العملاء، أنه نواكب كل التطورات اللي موجودة في السوق المصري. توجه القيادة السياسية وتوجه الدولة للسوق الأفريقي بشكل كبير، وحضراتكم موجودين في 15 دولة أفريقية، إزاي تقدروا تساعدوا الدولة المصرية في هذا التوجه؟ ده من المواضيع اللي تحول من مبدأ نظري لمبدأ تنفيذي. طبيعة الحال لو هنتميز بالنسبة للبنوك المصرية الثانية، طبيعة الحال هو التواجد على أرض الميدان في أفريقيا، وإحنا حولنا ده لواقع بمساهمة أو كمان بإنيشيتيف من وزارة التجارة والصناعة، اللي أكيد شافت الدور اللي ممكن يلعبه التجاري وفا في إطار السياسة الحكومية اللي بترمي لتطوير الصادرات لمصر، وحصل ميشن مهمة جدا مع كتير من رجال الأعمال في شهر جولاي للسنغال والكامرون. أظن أنه دي كانت فرصة بالنسبة لرجال الأعمال عشان يلمسوا على أرض الواقع الحجم بتاع التجاري وفا في البلدان اللي بنروح لها، إزاي ممكن نساعد. مع كتير من اللقاءات اللي حصلت بين رجال الأعمال المصريين، رجال الأعمال من البلدان التانية، عشان نبتدي التعاملات. وبالفعل من جولاي للنهاردة احنا بنتكلم على 4 شهور مش أكتر، في بداية تعامل، في ترانزاكشنز، في اكسبورت
الضغط اللي بيحصل للدول الافريقيه واللي بنرمي له ان شاء الله بعد الاكسبيرينس دي اللي حولت نظريه لواقع ان شاء الله هيجي الدور على بلدان تانية بانيشيتيفز تانية من ناحيتي. جميل. حضراتكم لكم ميزه نسبيه في السوق الافريقي، لو انا عميل وعاوز اصدر للسوق الافريقي وعاوز اجي لحضرتك عشان خاطر اقدر اخش السوق الافريقي، ايه اللي حضرتك تقدر تقدمه لي كبنك في السوق الافريقي؟ ممكن ندي النصيحه الفعليه عبر فروع البنك اللي موجودين على ارض الميدان في البلدان دي، كمان بناحيه الكترونيه في بلاتفورم اللي بتساعد على التبادلات الافريقيه افريقيه، يعني العميل ممكن يخش للبلاتفورم دي يبقى صحيح. مساهم جوه البلاتفورم وبيشوف كل الامكانيات اللي موجوده في البلدان الافريقيه. اهم حاجه لما تبقى عندنا سلعه او سيرفيس عشان نصدره لازم استطلاع اللي بيحصل في الحته الثانيه عشان نشوف كل البوتنشال اللي موجود صحيح. بطريقه مباشره عبر الستاف بتاع البنك هنا في مصر والستاف في البلدان الثانية، ولكن كمان حتى بطريقة إلكترونية عبر البلاتفورم بتاع الاي دي سي المنصة اللي موجودة ده هو اللي بيحصل النهاردة واللي بطريقة فعلية كتير من العملاء في التجاري وفضل. أهم المنتجات اللي بتقدموها للعملاء إيه هي؟ منتجات متنوعة. بنك لما جي هنا لمصر جاي عشان يشتغل على كل السيجمنت، والنهاردة بنقول وفاهمين جدا إن صحيح. كل السيجمنت عندها الأهمية. يبقى لو عايزين نشتغل لازم offers، لازم products بالنسبة لكل القطاعات. أظن أنه النهاردة بطبيعة الحال في initiatives اللي تحت التطوير، ولكن الديناميكية جوا البنك هو تقريبا كل 3 شهور في كتير من القطاعات. اخر الحاجات مثلا هتكلم على الفاست تراك بالنسبة للSMEs. النهاردة البنك المركزي وبتكامل كمان مع استراتيجية البنك بيوجه البنوك نحو التمويل بتاع الاسميز، احنا رايحين في الحتة دي، وكمان ببروت كل 3 شهور في كتير من القطاعات. اخر الحاجات مثلا هتكلم على الفاست تراك بالنسبة للاسميز. النهاردة البنك المركزي وبتكامل كمان مع استراتيجية البنك بيوجه البنوك نحو التمويل بتاع الاسميز، احنا رايحين في الحتة دي، وكمان ببرودكت اللي ممكن يساعد كتير من الاسميز جواها هو القرض في مدة سريعة جدا اسمه الفاست تراك. عميل بيخش بعد 7 أيام ممكن يخرج بالموافقة على الكريدت بتاعه. دي حاجة مهمة جدا. بطبيعة الحال كل المعاملات الإلكترونية اللي لازم تسهل التعامل مع البنك دي حاجات تحت التطوير، وفي حاجات ديليفرد النهاردة اللي بتتسوق معنا. احنا النهاردة نوقع اتفاقية ان البنك هيكون قناة لتوزيع منتجات تأمينية. احنا عايزين نعرف من حضرتك ازاي العميل ما يخلطش ما بين المنتجات البنك ومنتجات شركة التأمين. تجاري وفاء بالحضور في كتير من الأسواق الأفريقية. أظن أنه في موضوع الريجوليشن مش هنلاقي أنه الأسواق الإفريقية بتشبه بعضها. يعني المحددات بتاع كل أكتيفيتي في المغرب، في تونس، في السنغال، في مختلفة. صحيح. احنا كضيوف على البلدان دي من الطبيعي ان نشتغل باحترام تام لكل الريجوليشنز اللي موجوده هنا في مصر بتاع بطبيعه الحال الريجوليشن بتاع السي بي وبتاع الاف ار اي بالنسبه للموضوع بتاع الانشورنس. الموضوع مفهوم بشكل كويس جدا سواء من موظفي البنك او الانشورنس. المبدا العام اللي لازم نحترمه واللي احنا بنشتغل عليه كتير جدا حتى من قبل الانشورنس وفي اطار كل البرودكتس جوه البنك هو فهم احتياجات العميل. لما بنفهم احتياجات العميل نقدر نوجهه. وبعد كده القناة البيعية باحترام كل الريجوليشن اللي موجوده بطبيعه الحال يا اما هتبقى قناه بنك يا اما بالنسبه للموضوع بتاع الانشورنس هتبقى القناه بتاع الانشورنس بالستاف بتاع الانشورنس بالشرح الضروري بتاع الانشورنس. وده اللي ان شاء الله هننفذه على الارض ان شاء الله. رساله توجهها لعميل البنك تقول له اهلا بكم في التجاري وفاء، ان شاء الله وهنلاقي احسن سيرفيس سواء في قطاع التامين او قطاع البنك مع موظفين أكفاء في جميع القطاعات لخدمة العملاء.
في النهاية ده كان اللقاء مع الأستاذ هشام الصفا العضو المنتدب لبنك التجاري وفا بنك. كلمنا عن البنك ونشاط والتوسعات في السوق المصري وأيضا عن دور البنك في دعم حركة التبادل التجاري ما بين مصر والدول الأفريقية. ما تنسوش تشتركوا وتشاركوا الأصدقاء، فعلوا خاصية الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضراتكم تبصوا بصة كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. شهادة البلاتينية، البلاتينية لمدة 3 سنين سعر العائد 11%، دورية صرف العائد شهري، دورية صرف العائد شهري، العائد بيتم احتسابه من اليوم التالي من شراء الشهادة. حضرتك بتشوف الحلقة النهاردة واشتريت النهاردة الصبح كده الشهادة، تاني يوم عمل بيتم حساب الشهادة، يعني لو اشتريتها الخميس هيتم حساب العائد يوم الحد. بتقدر انك انت تقترض بضمانها.